هذا البرنامج برعاية وايلد تايجر، يمنحك النشاط والحيوية. لازم نلتقي بمشوار، حلوة الجمعة منا تصير. يا مشوار خذنا وياك نعيش اوقاتنا بفرحة، بعد هاي هي ما وصيك باب الجرح لا تفتحه. يا مشوار خذنا وياك نعيش اوقاتنا بفرحة، بعد هاي هي ما وصيك باب الجرح لا تفتحه. هلا بأهل الفرح والخير، هلا هلا. اهلا وسهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه اغانينا وحلقه جديده من برنامج مشوار. ضيف حلقتنا لهذا اليوم نعرف بقصه الحزينه. مشوارنا اليوم حتى نشيل الحزن من عنده ونزرع الفرحه والبسمه عليه وعليكم. خليكم ويانا. وسهلا بكم مرة ثانية. ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو النجم باسل العزيز. خلينا نشوف وين أخذنا باسل بهذا المشوار. أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة أغانينا، مثل ما تشوفون ضيف حلقتنا لهذا اليوم الفنان باسل العزيز. حبيبي نورنا اليوم. حبيبي نور نورك حبيبي الغالي. حبيبي انت، تحياتنا لك وقناة اغانينا الراقية وجمهورنا الراقي الغالي. حبيبي اليوم انت ضيف حلقتنا وضيف مشوارنا بهذه الحلقة. باسل، بالبداية هويتك مشوارك الفني كانت اغنية قصتي قصة حزينة، اللي هي كانت كلماتك والحانك. قصة حزينة كانت كلماتي وساعدني بها شاعر احمد الرحال، تعديل بالنص وبداية الموال كان له وهي الحاني. وكررت هاي المحاولة، محاولة كتابة النص الغنائي باغنية سافر ولا جاني. سويتها باغنية اي نعم مال حاي محا، بس هي الاغنية من اغاني يعني الفلكلور القديمة. بس عموري انا بدايتي مو بقصة حزينة، انا بدايتي ما يذكروني يمكن الجمهور حتى لا انكر انه البداية، انا بدايتي كانت باغنية رياضية اسمها صار الحصار سنين وطاني يكسرونه. هذه يعني كانت الخطوة الأولى، ما أقول لك أنه صارت الانتشار القوية. بعدها بديت بأغنية يمت الفرج. أغنية يمت الفرج هي هويتي بصراحة، تلك يعني اللي ثبتني والبصمة القوية اللي هي قصة حزينة. قصة حزينة يعني، لأنه أنت تعرف أول ما تطلع مثلا بأغنية مثلا أنا طلعت بيمت الفرج، فالناس يقول لك هذا المطرب أوكي طلع بيمت الفرج، بعد رح يبقى له أنه هو بس مراتك مطربين يطلع بأغنية ويروح ينتهي مشواره. فاني كنت بوقتها يعني كلش قلق وعانيت من الموضوع، بس الحمد لله واشكر الله ما كان بوقتها وطلعت بموضوع قصه حزينه، وقصه حزينه من الاغاني اللي اعتز بها. من سؤالي بالبدايه انه انت ما تعتبرها هاي مجازفه، انه انت بدايه مشوارك الفني كانت الاغنيه اللي خلينا نقول ثبتتك للساحه الفنيه كانت كلماتك والحانك؟ اي نعم، هي مجازفه. أنا أول ما بلشت، ما أنا قلت لك أنا أول ما بلشت ما كنت خايف، يعني بلشت مع شاعر من منطقتي اسمه عصام شاعر، وكان والدي الله يرحمه يعني تابعنا دائما، يتابعني بالأخص اللي ويعطينا ملاحظات على الأمور. فأنا أول ما بديت ما بديت أنا بصراحة متخوف من الموضوع، بس بعد يمت الفرج أنا كانت عندي مجموعة أعمال
من الشاعر عصام اخويا وحبيبي، تحياتي له طبعا خلالكم، اتمنى توصل له التحيه ان شاء الله يكون متابعنا طبعا. زين، صارت عندي الخوفه، صار عندي موقف، انا بالبيت قاعد وسمعت اكثر من حكايه من الناس. باسل ايش راح تقدم بعد يمت الفرج؟ طبعا شو تقدم بعد يمت الفرج؟ سؤال يعني هو اي فنان يساله في وقت اذا تطلع تبع اي اغنيه تنسال على هذا الموضوع. اكيد ظليت قلق، رجعت للبيت، انا منو اقعد بالبيت، جيت ام الوالده قعدت يم شويه سولفت وياها، قلت بك تقول والله قلق شويه تعبان، طبيت الغرفه وحدي قعدت تبع التلفزيون طالع وقت فيلم لسه اذكره، انه هو كرتوني بس مشتغلي هوليوود. اي اميره حوريه مال البحر تحب امير وتضحي على موده وتطلع بس يعني انه يخلوها تصير بشر، هي قصه يعني من الخيال، انه حبته هو على اساس انه يزوجها، بس قال لي انه اذا ما تزوجش تحولين الى فقاعات يعني. اها. هي طلعت على موده وضحت ووصلت الى ان صارت بشر، صارت قدامه هو ناسيها وهي جات مخلصته وتزوج غيرها. اها. فتحولت الى فقاعه، ظلت الموضوع ببالي بيومها، وعاد انا بوقتها كتبت، تعرف انه حسيت انه فجت بكلمه قصه حزينه عندي. كتبت شويه دائما عدوت، كانت وقتها انا علاقتي بشاعر صديقي من الفلوجه احمد رحال، تحياتي له من خلالكم اتمنى يوصل له السلام. قلت له عندي فكره هيك وهيك الموضوع، سمعت الفكره انه انا بديت بدايه اللحن مالته بدايه سمعته. قلت له بس محتاج موال بالبدايه لها. كتب لي هو الموال واعطاني ملاحظاته على الكلام. العفو يعني ملاحظات الاخطاء مثلا، تعرف انا مو شاعر يعني. صح. الوزن الشعري يعني عدل لي بعض الامور بها، العلم هي اكو ملاحظات بعد يعني، هي احنا بوقتها قلت انا اغني مثل اللون التركي. باسل، انا باسل من بغداد ومن منطقه الحريه. اي رايد اليوم ومرادي ونخيت اهل الغربيه. نخيت اهل الغربيه. اي نعم. مشتاق للحريه؟ مشتاق للحريه ومشتاق للعراق بصوره عامه. يعني هذا مو حكي انه بدنا نحكي اللي نقول عليه مرات الحكي الروتيني، لا امانه يعني. اني انقطعت عن العراق، اني اخر روحه الي احكي لك انه وبعدين يمت رحت. كنت بال 2003 اعتقد اخر روحه الي برمضان. نعم. بعدها صار هو موضوع مال الاحتلال الامريكان والدخول، يعني اللي صارت المشاكل بالعراق. فبوقتها اني ضبط سحبه 11 سنين ما رحت بالعراق. قدرت تتحمل؟ والله لما تشوف اهلك ما تشوف والله أهلك. الغربه يا عموري تعودك على كل شيء. اكيد يعني انت من طلعت تغربت اصلا احنا ما كنا متعودين، انا اول ما طلعت من العراق 97 للاردن بس عبرت الحدود بيتش لا اراديا بكيت، وكانه يعني حاس انه ما ادري، حسيت انه بعد ما عندي رجعه للعراق. احكي لك انا 97 96 اول ما طلعت العراق، وكان بر احنا ما كان تعرفت طيران. اي والله، فما يعني حسيت بالغربه بس عبرت الطريبيل يعني، لانه انت تعرف الطريبيل لاقون الضباط وين رايح ترى والله يعني شوف لنا وضع شغل برا الامور هذا الانتشار. صح. هالامور بس عبرت الحدود تفاجأت. لا وتفاجأت بشغله ثانيه يا عموري، وين انت مثلا هناك الناس صور ويجوك هذا الى انس راسا ضباط ولا اوقف هنا ما يعرفونه بالاردن. صح. ما كان عندنا واصل الاردن يعني. اكيد. فيعني هاي معانات، بس العشر سنين هذه تعبت بيها عموري، بس المشكله انه العراق كان بانتقالات. واني طلعت اهلي ورجعوا اهلي وطلعت اهلي ورجعوا اهلي، وعلى الوضعيه ظليت فتره يعني. باسل انت مهنتك الاساسيه بالحريه كانت خياط. اي نعم. ومحلك مباق مرتين. صحيح. اي صح صح. بسبب اغنيه كان. اي مال خبزتنا تكفينا. اي شنو قصه ال يعني سويت الاغنيه مال خبزتنا تكفينا. اي احنا طبعا كنا ايام الخير، ايام العراق يعني ايام الخير، ما كان هذا موضوع البوق اللي تفكر به. صح. او اي شيء، هسه احنا ندخل هاي الدخله ولا قصدك اي خدمي؟ ندخل هاي الدخله. ندخل هاي الدخله بس شو هم الشباب يندلون. وين تريد نروح؟ هسه على يسرك. على يسرك. فغنيت اغنيه خبزتنا تكفينا ونزلتها، انطلب من عندنا اغاني وطنيه بوقتها. أي. وانا هالاغنيه طبعا اعتز بيها كعراقي، انا ما يخصني عمر بصراحه، انه انا دائما احكي اقول لهم انا احنا كبشر نروح. اكيد. بس البلد باقي. البلد باقي. هذا العراق، عراق كبير باسمه بعظمته، واحنا ما نقدر نقيم منو اللي كان مثلا يحكمنا، سواء كان مو انا اللي اقيمه. صح. الناس اللي تقيم، الناس اللي عانت اللي تدمرت، احنا عانينا بس انا فرد.
من 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 ناس، فاني ما اقدر اقيم. بس انا اقول لك في ذيك الفتره يعني ما كنا نحس بال يعني مثلا احنا كنا بالحريه ما كان عندنا احنا نقول سميه الكبنج اذا تذكره، يعني ما كان موجود عندنا. احنا جام خانه نقفله مفتاح ولد قفله انت وخلصت الموضوع. هذا البرنامج برعايه وايلد تايجر يمنحك النشاط والحيويه. زين، فوالدي الله يرحمه لسه اذكر بكت خابرني اي خابرني قال لي وين انت؟ قلت له انا ويا اصدقائي بالمكتب بالمنصور، يعني مكتبنا انا وعمار بالمنصور قبل احنا. قال لي تجيني؟ قلت له يابا اجيك خير. قال لي تعال. جيت فلقيت ابوي واقف باب المحل. قلت له يابا الله يساعدك. قال لي شنو الموضوع؟ قال لي المحل مباقي. قلت له لا. قال لي بس تعال شوف كاتبين لي قطعه، اذا خبزتك تكفيك، خبزتنا ما تكفينا وخلي لي خبزه محروقه سوداء. هاي هو البوقي. قال من ورا اغنيتك ومن ورا اللي عميت علينا المحل. فاصل، انت سافرت من العراق وانت تقريبا يعني هسه مبلش بمشوارك الفني. اي نعم. وتركت جمهورك ذيك الفتره. ما تشوف انه هذا الشيء كان مجازفه؟ كلش اذاني. كان اكو لا قنوات فضائيه ولا اكو انترنت حتى اعمالك توصل للعراق. والله عمر كلش تديت. انا شوف هذه ملاحظه كلش قويه. يعني انا فعلا بديش الفتره اللي باقي بالعراق، يعني انا اذكر انه جماعتي اللي بقوا اي نعم تاذوا وما تاذوا بس استفادوا بنفس الوقت. استفاده ما نحكي انه استفاده ماديه. اي نعم. انا احكي لك استفادوا بقاهم من استمروا. اي لاني السفر مالتي صارت بي قطعه. يعني الي مثل ما قلت انت صار ابتعاد عن الجمهور، وانت تعرف الجمهور يطالبك دائما بالجديد. أكيد. ويطالبك دائما انه يا بوين بقى. فانت واكو عندك منافسين بالساحه. صح. فانت المنافسين استمروا بالتسجيل، استمروا بالعطاء، استمروا بالموضوع. يعني هسه وانا بدايتي طبعا بدايتي عامر خلي احكي موضوع انا اول مره احكيه. قبل يمكن كانت لي اسباب احنا ما نقدر نحكيها، تعرف احنا كنا بوقت في وقت ما نقدر نحكي بالموضوع. احنا بال 96 او بال 95 اي نعم انا ومجموعه فنانين انا ما اريد اذكر اسماء احتمال هم ما يقبلون. انا احكي عن نفسي طبعا. اخذنا وندبينا بالسجن. تمام. من الحفلات شلنا من الحفلات وندبينا بالسجن. اريد نعرف السبب. انا اعرف على العموم بالاخير اتضح الموضوع. اوكي. انه كتاب من رئيس الجمهوريه وانه ذول الفنانين حذروهم على اساس انه وياهم يمشون حمايات ويشيلون اسلحه وما شنو. انا من النوع ما عندي هذا الموضوع عامر. انا بالمنطقه شعبيه. انا احب الناس. انا كنت دائما اروح بديت الحريه اقعد الناس يجون لنا اكل اولاد اقعد عندي ناس يجود على هذا الموضوع. انا ما احب الموضوع. فمن اخذونا بالداخليه طبعا تحقيق يحققوني يعني اخذوا مدراء اعمالنا اخذوا الفرق وبعدين طلعوهم. يعني المهم صارت يعني وكانه مو احنا فنانين. صح. يعني احنا المفروض نعامل غير معامله. زين الان من ياخذوني يمثل بلد ياخذوني من حفله ويحققون وياي وقدامي مدير اعمالي يضربوه. صح. ينضرب ما يعني مو زين. يعني ابد مو زين. على العموم يعني بعدين اتضح موضوع حتى احنا لا نريد نظلم ناس. اكو ناس راحت اكو ناس بقت. الموضوع طلع انه الكتاب اللي رايح الوزير الداخليه يابا الفنانين ذولا كتبوهم تعاد انه ماكو يجي واذا عاد الموضوع مره ثانيه خلاص ينسجنه وتعاقبوه هو واللي وياه. يعني لكم المفروض اكون وزير الداخليه كان بالموصل قال لهم شيل الفنانين كلهم ذبهم بالسجن. فيعني عرفت شلون انا من طلعت من هناك والدي عنده بعد نظر الله يرحمه يعني كان يعرف بالدنيا. اكيد يعني وكل اب يعني خوفه وحرصه على ابنائه خصوصا يعني بفتره من الفترات انه كنا نقول اختنقت بالسجن. عامر افضل كلام اختنقت لانه وبعدين انت تخيل انه تنسجن لو ظالم اوكي بس مظلوم. صح. وانت ومظلوم شنو مظلوم؟ مظلوم مثلا تامك بقتل. يعني توما وانت فنان وانت واجه وانت مغني للبلد وانت مغني للانسان نفسه اللي سجنك يعني تنقهر بداخلك انت. فظلت ببالي الموضوع. بس بعدين عرفت انه هي سوء فهم بين الوزير وبين الناس اللي موصلين. بس احنا اللي دفعنا الثمن. فانا طلعت ضايج متكئب قلت له لابوي انا بعد ما اقدر ابقى. وطلعت احكي عصبيه تعرف تبيتني. بابا قال لي بابا اسكت حتى اذا تحكي انت هسه اذا تحكي انه مثلا فلان هو هذا فلان يصير يعني من 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 من, من اهل الحاكم يعني. فانت بكل الاحوال راح تاذى فاسكت خلص. الولد من هناك قلت له خلص انا بس بالنسبه لي. قال لي بابا احسن نصيحه لك اطلع.
قال لي انت ما تدبرت تقدر تعيش هنا أنا، وطلعنا والله ندخل منها لا من الثانية فقال لي اطلع احسن افضل يعني، انا افضل لك انه انت تطلع. وطلعت طلعت العمان. قلت لك انا بوقت استعجلت لانه هو المفروض والله مرات ناس يقولوا لي انت طلعت بالوقت المناسب، لان انت على الاقل سويت لك يعني فرش برا، عرفت مثلا بالاردن نوعا ما، طلعت بعدين للخليج مثلا بالامارات استقريت، انعرفت بالامارات سجلت لي اغنيه وانعرفت بيها. انت حاليا مستقر بالاردن؟ لو لا بالامارات يعني بالامارات، بس انا جل الاردن حاليا اصدقائي انا مثل وجهك طيب يعني راح اشوفهم بعدين بصراحه عامر يعني العوائل العراقيه اللي بعمان والوضع حاليا اللي بعمان ده يذكرنا بايام بغداد بايام الخير. صحيح. فتجي احس لما انا احس نفسي انه انا فعلا بايام بايه بالضبط يعني هذا الموضوع اللي نحسه. فتصير جيات عندي بس لا انا مستقر بالامارات مقيم بالامارات. بدايه سفرك كانت هي للاردن؟ اي نعم. واللي كان بالاردن بذيك الفتره اتصور عن الفنان ماجد المهندس. اي نعم. بنفس اي نعم وتربطك بيه علاقه الصداقه. ماجد صديقي واحترمه جدا، وكان قبل عندهم محل بالخياطه بالحريه بعد. بالضبط نفس المهنه. اي نفس المهنه. أي نعم. بعدكم زعلانين؟ أنا ماجد؟ إيه؟ لا لا يعني صار بيناتكم حكي؟ لا ما صار بيني وبين حكي، بس أنا إحنا دائما نعتب على شغلة واحدة عامر، أنا ما عندي بالعكس ماجد مؤدب جدا وفنان وصراحة أنا كنت وياه بمعاناته بأموره. أي نعم. وهو يستحق أنا بعيدا عن الأمور الثانية، يعني مرات يسألوني على موضوع سياسيا إنه أخذ الجواز السعودي وغنى ما أعرف وين، أنا ما لي خص بيه. كل انسان يعرف وضعه هو شلون تصرف، الجمهور بالعراق من حقه يقيمنا، جمهور بالعراق من حقه يقيمنا ومن حقه يزعل علينا ومن حقه يقول لك انت عبيت، هاي هاي الجمهور يحدده مو اني. انا احكي لك كفنان تعب وضحى هوايه، ويعني انا من جيت هنا انا وياه بدون يعني الحديث، بس كان يشتغل الصبح وبالليل المسكين يعني حتى، وكان دائما يقول لي باسل اكو اسماء طلعت وياكم، يعني أنا أحس نفسي أفضل من عندهم، ينقهر هو قهر عندي عن الموضوع. فقال لي أنت شو تشوف الموضوع؟ قلت له والله ماجد أصبر، يعني أنا همات من محل مال خياطة وربك جتني الفرصة وتوفقت، تجيك الفرصة إن شاء الله. فظلينا فترة بعمان، بعدين تلاقينا بدبي، يعني كان أكو تعاون بيناتنا، بس أنا أعتب على شغلة واحدة بس عامر، مو على ماجد بس، أنا أعتب على فنانيننا اللي بالعراق، أكو شيء بينا موجود وهاي انا ارد اقولها وبصريح العباره، واللي يزعل من عندي خليه يزعل، احنا ما حد ما يحب الثاني وما حد ما يساعد الثاني برا، ليش؟ يعني اعطيك مثال بدون ذكر اسماء، انا هسه الله وفق لي فتحت بوجي وانعرفت عربيا وعرفت عالميا وصارت عندي شركه يعني شركه انتاج ودي يشتغلون، طيب انا من وصلت للوصول ينخاف علي بعد؟ لا زين ليش ما اخلي عامر يجي وليش ما اخلي فلان يجي؟ طبعا افيد ولد بلدي ومو اي واحد، لا لا اختار الفنانين اللي يستاهلون اللي يستحقون. زين عاد هذا كله انه ستان مقرب اليك وصديقك، يعني هو مو بس هو الكل، فاني عتبي بهذا الموضوع مو بس عليه حتى لا اكون مو منصف يعني. ما صار بيناتكم يعني ولا مره ملتقيت؟ لا التقيت به مره بالامارات مول، مره التقيت به بالاستديو يم سلمت عليه وعادي طبيعي جدا سلام. انا بس بالنسبه لي يعني سلامي كان سلام يعني عادي مثل ما تقول. انا اتمنى يعني حتى بوقتها شوف خليني اقول لك شغله واحده، فتت بمجال التلحين ولحنت الاكثر من مطرب عربي، يعني تخيل رجل اعمال سعودي وشاعر هو الوسام، انا لحنت له كم اغنيه، يعني هذا الرجل بس عرف انه انا عندي امكانيه تلحين وقف وياي وخلانا لحن اليارا والصاب الرباعي والشمس ومريم فارس ويعني كثير من الاسماء، ديانا حداد، ديانا كرزون، يعني هواي اسماء لحنت الاني يعني خدمك. خلينا زين هذا غريب، زين انت ابن بلدي يعني، يعني على الاقل مثلا يعني فوتونا من المجال صح، يعني اذا انت مثلا ما تريد منافس لك مثلا زين اني يعني فهم يعني حتى تعاون كتلحين ما صار او شيء. على العموم اني مخالف بالي، انا فنان اساسا يعني مو يعني ما اريد اقول انه اني فنان، الفنان يعني انه اني اغني والتلحين هذا عندي شيء ثانوي، يعني مو انه اني ملحن يعني مو شغلتي ملحن، انا اغني يعني انا شغلتي عرفت عرفت للناس انه انا اغني صح. عندي بعض الافكار، انا ملحن لنفسي اكثر من اغنيه، مثل ما انت قلت انت عندك قصه حزينه انا ملحنه، عندي اغنيه بكتب بغداد الناس حبوا اذكرنا مره، عندي المواجع يعني اغلب الاغاني اللي انا بغنيها لحالي. بس هذا هذا اللي قلت لك عتبي، بس انا بالنسبه لي من خلالك واتمنى الموفقيه لكل فنانينه، ولا ينسون ان هم انا ما احدد احد احكي بصوره عامه،
انهم يمثلون العراق، والعراق اسم كبير اكيد. هو قلت لك انا من قبل شويه قلت لك انه الفنان يمثل بلد. طبعا بالضبط. وان شاء الله يعني عن قريب انه ترجع علاقتكم احسن من اول. اكيد انا ما عندي شيء يعني بالعكس يعني انا كل انا حتى ما باسل غربه الوطن ايش ضافت لك وشنو اخذت منك كفنان؟ هذا البرنامج برعايه وايلد تايجر يمنحك النشاط والحيويه. انا احس انه ضافت لي القليل بس اخذت من عندي الكثير. اخذت من عندي الراحه، اخذت من عندي الامان، اخذت من عندي لمه الاهل والاصدقاء والاقارب ومنطقتك بالاخص المنطقه اللي انا كلش عزيزه على قلبي بغداد الحبيبه اللي كنا متعودين انه بالليل ذا تضايق تطلع تروح تشكيله على دجله على فرات على يعني انه انت مثل العراق كل امور من تفتر بيه انت ومتسافر المحافظه وتروح لاي مكان ترتاح وتغير جو. فاحس انه الامان راح من عندي، احس انه ولو انه احنا الحمد لله وشكر معاملتنا برا عامر خليني احكي لك صراحه احنا كالفضل من رب العالمين ولانه احنا تاريخ وحضاره فاحنا محبوبين برا الحمد لله وشكر. الحمد لله وشكر يعني هذا الشيء احنا يعني لمسه كعراقي يعني انت بالضبط 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 يعني لهجتنا يحبوها يحبونا احنا كعراقيين كانسان عراقي بانسانيته معروف بطيبته باخلاقه بذكائه بابداعه بكل الامور يعني مو بس من الناحيه الفنيه. يعني انا افتخر مرات اروح لاي بلد القى مهندسين عراقيين عباقره عمالقه رسامين يعني بكل شيء يعني تلقى اكو بصمه لك العراق. صح. بس سبحان الله احنا بلدنا الله ما كاتب للاستقرار واحنا اكو شوي عندنا مشاكل يمكن لين احنا بلدنا يمكن اذا استقرار يصير بمواصفات الدوله العظمى. صح. ما يردون اكو ناس ما يردون نكون الله كريم ان شاء الله يعني هاي الغيمه تنزاح ان شاء الله يا رب العالمين ونرجع يعني استتمنى هذا لقانا هذا نفتر سبق والله يعني هاي صارت غصه بقلبي انه بس شو تسوي يعني انه اوصل واشتم هوا بغداد هاي بعد هاي صارنا انت صار لك تقريبا 10 15 سنه اذا مو اكثر. انا 96 طلعت من العراق يعني صار لي 16 يعني سنه بس يمكن رجعت. صح ولا لا؟ رجعت لي رجعت على مود كانت عندي اختي مريضه وتوفت الله يرحمها الى رحمه الله فاضطريت انه ارجع لانه شفناها قبل ما توفى وهذا اللي صار فرجعت ورجعت انقهرت لما رحت لمنطقتي يا عامر لما رحت لبغداد شفت الواحد لما يعني هو شوف عايش شوف وضع شوف بلدك وشوف وضع العالم اللي من وراك صاره وتطوره وانت كنت يعني انا من اسمع من والدي كان يقول احنا اول تلفزيون الاول عندنا هذا المطار افخم مطار اللي بينا عندنا مطار بغداد وهذا السلم المتحرك اول سلم متحرك عندك انت السوق المركزي اللي هو يعتبره المول هو المول كان عندنا احنا اول الناس اول سبينس عندك انت بالعراق يعني تنقهر تنقهر يعني تنقر تجي تشوف العالم كله تطورت وصارت وانا ما اعرف يعني نطلع من مود الحزن شويه. باسل احنا مشوارنا اليوم هو مضمار سباق سيارات. اي نعم. شلونك بسباق السيارات بس مو تقول لي مجرب بس السيارات المداعمات مال مدينه العاب. اي بس انا مجربها. ما متسابق قبل؟ لا ما متسابق يعني سباق سيارات هسه اكون انا؟ مضمار حلبه. زين ليش ما تسابق وانا اشجعك؟ احنا جايبينك هنا حتى يعني المشوار هو مشوارك. اي بس سابق وياهم انا سابق زين. هو راح ننزل انا وياك. ونشوف من موجود هناك يعني؟ من موجود نسابق وياهم. بس اذا صار بي شيء انت المسؤول لان انا ما مجربها قبلها مو. عندنا تامين صحي. توكل على الله. توكل على الله. يلا نروح. خليكم ويانا مشاهدينا الكرام. نخلص مشوارنا ونرجع لكم. الله ادعوا لنا.
اهلا وسهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. طبعا مثل ما تشوفون صار تغيير سريع باللوكيشن لانه لان باسل طلع عنده ديسك وما يقدر يقعد بالسياره. يعني صعدني سياره زين عاديه بالقاع هي غير سياره سباق. باسل نرجع يعني ترى يوم الديسك كان سابق وياك كان موتك بس اسوي حظك ساعه الديسك كان ركض قلبك. باسل لحنت الاسماء عربيه معروفه اي نعم اسماء المنور فايز السعيد ديانا حداد ديانا كرزون شمس مريم فارس وكلها كانت اعمال حلوه وتقريبا تميل للطابع العراقي. تعتبر نفسك عربيا بالتلحين اشتهرت وصلت عربيا؟ لا بس انا يعني كانت اكو محاوله اني والشاعر السعودي الوسام المحاولة انه الرجل حب الافكار اللي عندي بالموسيقى والشغلات فقال لي مو غلط انه تلحن اذا انت عندك محاولات تلحينية قبل ولحن توفقت تعاملت ويا رجوم كبار الحمد لله والشكر يعني بس اكو مرات تجيك ظرف يخدمك انا توفرت لي كل الظروف الا الظرف الاعلامي ما خدمني ما تارك شيء اعلامي الي لو شيء اعلامي الي مثل بقيه الملحنين يعني ماكو خلينا نقول شركه معينه او قناه معينه المفروض تخدم اعلامي انت كملحن تدام تعرف الفنان هو اللي ياخذ حصه الاسد يعني صح وذول الاسماء تجي اخر شيء الملحن والشاعر وحتى المخرج مرات ينظلم انظلمت من هذا الموضوع لان انا مرات لما اقعد ويا ناس يعني مثلا يقول لهم انه انا لحنت فلان فلان يقول صدق هي هاي بحد ذاتها من يقول لك صدق يعني انت هي صدمه المفروض تنعرف انت العالم هو الاعلام هذا مصيبتنا احنا اعلاميا ما عندنا ذاك الاعلام القوي العراقي اللي يغطي لك هذه الامور يعني هسه انتم قناه يمكن كم قناه ماكو يمكن اذاعه سالوني مره ما يسالون على هذا الموضوع. باسل لو ما كنت فنان شنو حبيت تكون؟ والله يعني شوف انا حبيت التمثيل اكثر من الغناء جربت هاي ما ديطوني مجال عرضت نفسي اكثر مره على ما راح اذكر اسماء على اكثر من منتج وعلى يعني اكثر من الموضوع بجديه انا احب التمثيل حلو وتمنيت انه امثل بس ما يعني تخيل انه يمكن حتجيني فرصه بالخليج امثل وبالعراق ما يخلوني يعني لما انا عرضت نفسي اكثر من مره ولذلك انا قلت لك لو ترجع ليش اقول لك هذا هو هذا كله ترجع نفس الموضوع مصر من طلع عندهم تامر حسني مثلا ملحن غنى اشتهر بأغنية ممثل سووه يعني انه وعده انه هو فنان يعني ما نقص من عنده بس شوف الحبكة اكو مرات يحبكوا لك يريدون يصنعون نجم صنعوا نجم صناعة نجم هاي مو سهلة فانت عندك انت عندك اكثر مو بس احكي عن نفسي انا احكي اكثر اكو بالعراق وايد مظلومين تلقاه ممثل العملاق تلقاه يجمع اكثر من صفة انه يغني لحن يعزف يمثل ماكو هذا المجال احنا ما عندنا عموري مع الاسف ان شاء الله يعني من خلال لقائنا هذا راح يسمعوك المنتجين او اصحاب الراي بهذا القرار ويعرضوا لك فكره ان شاء الله ان شاء الله يا ريت والله يا ريت باسل معروف عليك انه انت تحب كره القدم مهووس بكره القدم وبرشلوني هاي معلومه يعني 100% برشلوني متعصب انقهر على يعني والدي الله يرحمه كان يشجع القوة الجوية فنحن صغار ياخذنا على القوة الجوية ويحب برشلونة فأنا وياه. أعزائي المشاهدين طبعا احنا راح نكمل مشوار حلقتنا لهذا اليوم وبالسيارة أكيد بالسيارة يعني ما نزلت السابق على الأقل ترجعنا للبيت حبيبي خليكم ويانا أعزائي المشاهدين. يلجان قلبي دليك قبل اشيلك لو طحت هسه انا لا تشمت بيك ناخذ علي يسرى حتى نروح على عمان حتى نشوف من ليش باسل العزيز انا شلت النظاره حتى يقولون ده يبكي حتى لازم على والله يا عموري شو نقول لك احنا انا دائما اسمع بجماعتنا احنا العراقيين شنو اللي ما يبكينا يعني كان والدي الله يرحمه يسمع القرآن يبكي إذا يسمع أغنية حلوة يبكي إذا شوية بيها على لعبة يبكي على أي حنين هو يكون حنين يعني هاي الأغنية طبعا تحياتي الملحن الكبير علي بدر كل
كل الحفلات. الشاعر الكبير قصي عيسى الغالي العلي بدر والشاعر قصي وزعنا اياها المبدع عثمان عبود طبعا توزيعها تحياتنا له حبيبي ومكس وماستر قيصر قاسم الغالي هم تحياتنا له تحياتنا هاي الاغنيه انا شي ترايد من علي اغنيه من علي بدر الملح الكبير علي بدر قال لي باسل انا عندي اغنيه بالالبوم بس انا عندي اكثر من اختيار انا راح اعطيك هاي الاغنيه انا عندي اكثر من اختيار حاسه لو انك شو تعرفت الملحن الناجح من ينطيك اغنيه لك هذا البرنامج برعاية وايلد تايجر يمنحك النشاط والحيوية مفصلة تفصال بالضبط يعني هو علي بدون مجاملة يعني علي بدر أنا من خلالكم أرضى يعني أوزي له تحية وعندنا الملحن طبعا أكيد مات علي صابر وعندك رأفة نصرة البدر عفوا يعني هم ذولا يعني يعرفون يعني أنا النصر تخذت من عنده يظل الموت توافقت بيها وهاي الاغنيه من علي بدر وهسه عندي تعامل قريب ويا علي صابر ان شاء الله ان شاء الله والحصريه اللي داير لك عليها تبي تاخذ انت الموضوع من عندي اكيد اغنيه من كلمات الشاعر الكبير حازم جابر تحياتنا الى الغالي اغنيه ان شاء الله مفاجاه لون جديد بالنسبه لي يعني مو من اللي تعودوا عليه الناس والحان المبدع الجديد ازهر حداد تحياتنا الأزهر ويعني هسه احنا انا خليت التوزيع يصير ميكس راح يصير بين ايقاع عراقي وخليجي يعني بين الخبيتي وبين الربع العراقي هو موضوع راح يطلع فتشي يعني ان شاء الله هم قريبا هاي طبعا وانا اريد اسوي فد شغله الاغانينا لها جمايل كثير عليه يعني انتوا عمري ما قصرتوا يا الله كلكم يعني من كرام الاخر يعني شو اقول لك يعني اللي اصغر موظف عندكم بالقناه ما قصرتوا وياي ابدا يعني احنا فنانين العراقيين يعني اول وتالي هذا بيتكم حبيبي انت والله ما تقصرون انتوا دائما يعني رايتكم بيضه هذا الشيء ويعني احنا سعادتنا انه شوفتكم والله احنا انا من اشوف هيك عندنا قناه وعندنا هيك ناس تقدر الفن والفنانين ويحترمهم نفرحنا نحس انه اكو لنا مكان نحس انه اكو ناس فعلا موجودين يعني يخدمون الفن بالقلب اولا حبيبي يا عمر تسم لي الغالي باسل ليش بعيد انت عن الالبوم هو بين فتره وفتره سنجل اي سنه قبل انزل صح حكينا بهذا الموضوع بالبدايه يا عمور احنا مشكلتنا مشكله شركه الانتاج الالبوم يراد له ميزانيه صح ميزانيه قويه يعني احنا مثلا ثاني ما اقدر اشتغل لك البوم يعني شو نقول احنا بالعراق نقول عليه اي كلام لا اكيد ما يرهم يعني احنا اولا اسمنا وعمرنا ووضعنا ما يتحمل بعد هذا الموضوع يا تنزل البوم بعدين كثره القنوات وهذه وسائل التواصل الاجتماعي حتى بدا الالبوم ما يجيب لك ناتج يعني احنا كنا قبل مثلا نتعب نجمع نسوي مثلا تاخذ من احد ما حتى شو تسوي مثلا انت مثلا سجل البوم حتى تجني بعدين انا هو شنو تجني يعني انت النجاح طبعا هو اهم شيء اول شيء بس توي النجاح هذا البومك مو 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 ناجح مو ماشي ما راح يطلع ما حيطلع المرد يعني فلوسه مثل ما نقول احنا فهسه انت مثلا اكثر فنان يدين تجني على حسابه يسوي لك البوم بسنه يمكن ما يقدر يخلصه يا ما عنده شركه انتاج وهذا السبب انه باسل عزيز متجه للسنجل انا نزل بين فتره ليش اقول اتعب نفسي على سنجل اختار كلام زين لحن زين اصور اذا اقدر يعني اصور هالاغنيه يعني وتوفيق يا رب العالمين الله يوفقك حبيبي يا عمر ايش عجب ما صورت عيوني اللي بكر مع العلم انه هي اخذت انتشار هاي الشغله الوحيده اللي قهرتني والله يا عمور يعني ضربت انا حبها اتمنى بس توصل الصوره لاخويا وحبيبي علي والجمهور الحبيب اللي يعني سألوا انه ايش عجب ما صورته وهذا سؤال وايد قالوا لي عليه يعني اكو اغاني عراقيه انظلمت لنا صارت عندي عموري اكثر من نقله هالفتره و كان هذا السبب عندي الوالده عمل اكثر من عمليه وتعبت و سلامتها الله يسلمك وصادفت عندي شوي احداث يعني عائليه ويعني عرفت شلون شوي اخرتني ما قدرت بصراحه يعني شلون التضارب دي يصير مثلا انا متفق ويا غسان اخويا ما اتفقت ويا المخرج الكبير علاء الانصار اخوي حبيبه متحيه من خلالكم مجله والغسان اثنينهم غسان اخوي همات اللي اخرج لي بعد ماكو اذا تذكر الاغنيه اي نعم هم قال لي انا غسان اخوي ما يحب يدخل بهذا الموضوع بس هو يعني كاخراج يقول بس لك اذا اشتغل وياك اوكي اي نعم ما اثنيناتهم ما قالوا اي شيء على موضوع التصوير بس اني لانه صارت الظروف يعني مثلا هيئ لك جاي يقول لك انه انا مثلا بتركيا تقدر تجي انا عندي ظرف ما اقدر اروح
يرجع هو دبي انا يصير وضعي يعني يسمح انه اسافر. صح. راح البيروت انا صار عندي موضوع عمليه والدتي جبتها لعمان عمليه العينه والحمد لله وشكرا. فعرفت شلون؟ فهذا الموضوع اللي اخرني انا اعتذر بس اني مصر ناوي اصورها لسبب واحد عمو راح اقول لك شو. انا نزلت بعد ماكو طبعا بعد ماكو انا اعتز بي الاغنيه جدا وتحياتنا لمصطفى ابراهيم الملحن المبدع تحياتنا شاعرنا الكبير ضياء الميالي اللي مصطفى ابراهيم والشاعر ضياء الميالي يعني هذه الاغنيه هذه نزلتها ونفس حكايتك سمعتها يمكن فد 20 مره أي. انه ليش بعد ماكو ما تصورت؟ اكو اغاني يعني اكو اغاني عرفت شلون؟ اي فالتصوير التصوير اضافه يعني اكو ناس مثلا هسه ما شايفين الاغنيه وما سامعيها بالتصوير راح توصل لهم اكيد. فاني ان شاء الله اصورها قريبا ويمكم. باسل المعروف عليك انه انت دائما بشوش وصاحب نكته يعني مو بس صاحب نكته حتى صاحب مقالب من تكون وحدك نفس الشيء لا ترجع لا ارجع الواقع اي بالضبط طابع الحزن طابع ارجع الواقع يا عموري لانه انا عندي هوايه التزامات هوايه ارتباطات اني والدي الله يرحمه حملني مسؤوليه عائله كامله من انا وصغير يعني فهذا الموضوع جهد عدا هذا الموضوع انه اكو بعاتقي موضوع ومسؤوليه انه انت لازم تستمر انت اشتهرت الناس حبتك انطتك مكانه فلازم تتواصل لازم تقوى وياهم ولازم عائلتك انا لحد الان عمر انت يمكن اكو ناس ما يعرف الموضوع انا لحد الان ما متزوج صحيح صارت لي تجربه انه اساس انه اتزوج وهم ما كان يعني ما كان اكو نصيب وبنفس الوقت انه الظروف يعني عرفت شلون فهذا هم من المواضيع فاقعد مرات افكر مرات من اشوف اطفال انا احب الاطفال بصوره ما تتوقعها وخاصة البنات أحبهم أكثر من الأولاد الصغار يعني شاحب العويهم فمرات من أشوف مو أحسد لا بالعكس الله يوفق العالم بس أقول يعني شوف العالم وصارت عندهم أولاد ومبطولهم وأنا إيش راح أسميها؟ أنا أحب اسم آيات آيات كلش أحب هذا الاسم الله يرزقك الذرية الصالحة إن شاء الله إن شاء الله بالبداية إن شاء الله يعني تتوفق بهالخطوة وبعدين يرزقك الذرية الصالحة ان شاء الله يا رب وياكم عموري اجمعين ان شاء الله حبيب قلبي بس راح تعزمنا لا شو لا العرس نسويه لازم كلتي تحضر بي بعد شو عشان طبعا احنا هسه وصلنا الفقرة لازم ناخذ صورة اي ومقطع فيديو اي انت تنشر على مواقع التواصل اي وانتم تنشرون يمكن واحنا جيد جدا يعني ننشر على هسه شريد من عندك تصورنا انت الصورة والفيديو ودس لي عن حتى انت تنزل من يمك وانا انزل من يم مع الحاضر ماكو اي مشكله طبعا اعزائي المشاهدين وصلنا الختام حلقه مشوار لهذا اليوم مع النجم باسل العزيز التقيكم بحلقه جديده وضيف جديد ومشوار جديد مع الف سلامه تحياتنا لكم وتحياتنا لقناه اغانينا والكادر كامل والعمور الغالي المخرج والمصور اغانينا كلها بصراحه روعه وابداع أتمنى لكم الموفقية والنجاح الدائم وتحياتنا لجمهورنا الغالي وقريبا إن شاء الله عندي عمل رائع جدا ومن خلال القناة الحلوة راح يكون عندكم تحياتي مع ألف سلامة مع السلامة هذا البرنامج برعاية وايلد تايجر يمنحك النشاط والحيوية سوالفك يا طير لازم نلتقي بمشوار لازم نلتقي بمشوار حلوة الجمعة منا تصير يا مشوار خذنا وياك نعيش اوقاتنا بفرحة بعد هاي هي ما وصيك باب الجرح لا تفتحه يا مشوار خذنا وياك نعيش اوقاتنا بفرحة بعد هاي هي ما وصيك باب الجرح لا تفتحه هلا بأهل الفرح والخير هلا